حيلة، ما باليد حيلة، كل اللي عنده قدمه. هنا سعود حمود، عرضية رأسية، جول. الآن أقول دمعة تسيل وشمعة تنطفي وحسابات تنتهي، والقادسية في طريقة للأولى ويقتفي. القادسية في طريقة للأولى، إذا ما انتهت المباراة على هذه الطريقة، إذا السهلاوي يسجل أول أهداف هذه المباراة من كرة رأسية، ولا أجمل. شوف السهلاوي إذا يسجل أول أهداف هذه المباراة، شوف الرأسية الأجمل، حاول فيها علي مختار لكنها عانقت الشباك، هدف أول في هذه المباراة. إذا الأمور صعبة، الحسابات تنتهي، والقادسية وين 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 رايح يا قادسية؟ إذا ما انتهت المباراة بالقادسية.